أهلا بحضراتكم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بتشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد خلال فترات النهار، ولكن في فترات الليل بعد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع، ليسود طقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. مفيش أي ظواهر جوية بتشهدها البلاد خلال فترة الاستقرار سوى الشبورة المائية الكثيفة اللي بنشهدها واللي بتتكون عادة بعد وقت الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 7-8 صباحا. فطبعا خلال هذه الفترة تعتبر الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب هي اللي بنحاول نحذر منها وننصح بيها السادة المواطنين اللي بيتواجدوا خارج المنازل في فترات الليل أو الصبح بدري وهم خارجين على الطرق. المنطقة أو المناطق المعنية بالشبورة المائية الكثيفة هي الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذير تم تناوله عبر معظم وسائل الإعلام. أيضا الإدارة العامة للمرور تم إرساله للإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. نوهنا فيه عن كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب وتقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، سواحل الشمالية الشرقية والغربية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد. كل هذه الأماكن معرضة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر الكثيفة. نرجو من السادة المواطنين اللي ما عندوش مشوار بدري يحاول يأخر مشاويره شوية بعد الساعة 9 صباحا، لأن بعد الساعة 9 بتبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا على الطرق السريعة. بقدر الإمكان هنلتزم بشكل كبير جدا الحيطة والحذر والقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات. أيضا الاطمئنان على كشافات الإشارة الخاصة بالشبورة المائية وكشافات الشبورة اللي موجودة في السيارات، الاطمئنان على سلامتها قبل القيادة على الطريق. السادة المواطنين اللي بيعبروا المشاة على الطرق السريعة زي ما بنقول دايما، عبور المشاة يفضل من الأماكن المخصصة لعبور المشاة سواء كانت مناطق معينة أو الكباري اللي معمولة على الطرق السريعة، يفضل طبعا عبور المشاة من هذه الأماكن تجنبا للحوادث اللي بنشوفها على الطرق السريعة. طبعا كثافة الشبورة اللي احنا بنشوفها خلال هذه الفترة نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون نتيجة هدوء في سرعات الرياح بشكل كبير جدا على سطح الأرض وكميات رطوبة كبيرة على طبقات قريبة من سطح الأرض، بالإضافة إلى المرتفع الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على حبس كميات الرطوبة في طبقات قريبة جدا من سطح الأرض، وده اللي بيكون الشبورة المائية الكثيفة وبيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطريق. النصيحة الأخيرة اللي بحب نقدمها للسادة المواطنين متابعة النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي للإطمئنان على حالة الطقس ومعرفة أيام تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب والأيام اللي متوقع فيها فرص سقوط أمطار إن وجدت في التنبؤات الجوية، لأن إحنا طبعا في فصل الشتاء ووارد التقلبات الجوية في فصل الشتاء. شكرا وإلى اللقاء.